السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير. مرحبا بكم في القناه ديالي. ان شاء الله اليوم غندير لكم الشوكولاته المحشوه بمقادير في المتناول، وغادي تكون صحيه على اللي كناخذو على برا. خليكم معايا تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقه. بالنسبه للشوكولاته المحشوه غادي نحتاجوا لافيتين، الكميه اللي بغيتو على حسب العدد ديال الشوكولا اللي غادي تخدموا. اي نوع من بيمو مطحون غادي نطحنوه حتى يولي غبره، تقدروا تخليوه شويه مهرمش. غادي نحتاجوا القرقع واللوز، حمرتهم شويه وعاد طحنتهم، تقدروا حتى هما تخليوهم شويه مهرمشين يعني ما طحنوهمش كاملين. غادي نحتاجوا الشوكولا البيضاء والسوداء، اي نوع كتبغيو نتوما. وغادي نحتاجوا النسلي وهاد القوالب ديال السيليكون كيجيو على هذا الشكل. صافي دابا ندوزو نخلط الخليط. من بعد ما درت الشوكولا كتذوب، دابا غادي ندوز باش نخلط الخليط الاول. غادي ناخذو كميه من اللوز المطحون، غادي ناخذو غير شويه تنشوف شحال غيقطني. غادي ناخذ شويه ديال الليمو، وشويه من الفيتين، ونزيد عليه النسلي. نسلي عادي ما يكونش كراميليزي. صافي كنخلط بحال هكايا، وغنخليها ونخلط الخليط الثاني. الخليط الثاني غادي يكون فيه قرقع، حتى هو كناخذو غير القليل، بيمو، لافيتين باش كتجينا الشوكولا مقرمشة. كنديرو ملعقة من نسلي، إلا مبغيتوش ديرو نسلي لداخل تقدرو ديرو نيت نفسها الشوكولا نيت تخلطو بيها، أو ميم طون ديروها في هذوك العلب. من بعد ما ذوبت الشوكولا غادي ناخذ هذا القالب ديال السيليكون، ندير كل وحده فيها شويه. بعد ما كملتهم كنبقى ندير الشوكولا بحال هكا باش تدور على الجوانب كاملين. صافي تيتغلفوا لي الجوانب كاملين، درت غير القياس اللي غادي يقدني.
صافي غنخليها حتى تكرم عاد نعمرها من الداخل. من بعد ما حطيت الشوكولا وغطيتها بالبلاستيك الغذائي درتها في الثلاجة صافي غير كتبرد شويه كنخرجها وكنعمرها بهذا الخليط. غادي نبقى نحطو من بعد غادي نقادو بالموس. حيت هاد الخليط كيجي معلك مغاديش يهبط ليكم غير بالمعلقة، ضروري تعاونو بيدك. بعد ما نكملو غادي نقادو غير بالموس بحال هكا غير شي معلقة، وغادي نجيب الشوكولا باقا دايبة وغادي ندير شوية في كل وحدة. شي وحدين راه كثرت فيهم حتى هما غادي نقاد هذا الموس كنت نقاد على السطح. بنفس الطريقه اللي درنا الشوكولا البيضاء السوداء نديرو الشوكولا البيضاء. خديت هذيك الشوكولا البيضاء ذوبتها وزدت عليها شويه الشوكولا السوداء باش تجيني بحال هكا كراميليزي باش يجي اللون ديالها بحال الكراميل. غندير لها نفس الطريقه اللي درت الاولى ندوب الشوكولاط القياس اللي غنخدم به حيت دابا بدا كيبرد الحال دغيا كتعاود تكرم لينا الشوكولا. من بعد ما بردات لي الشوكولا اللي حبيت تحريكو غادي نبدا نعمرها
هذه ما غاديش ندير فيها نفس الطريقه، هذه غندير فيها شويه زويمو شويه كفيتي. هي من بعد ما كملتهم غادي ناخذ عاوتاني بنفس الطريقه ونسد عليهم بالشوكولا. من بعد ما غطيتهم بحال هكا هادو ما نقادهمش بمعلقه حيت فيهم هذاك الفويتين مقرمش، غير غتحركهم وغتبدا تطلع هذيك الطبقه. خليتهم غير بحال هكا عشوائيين، غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وندخلهم الفريكو حتى يجمدوا ليا نخرجهم. ها هما لي شوكولا المحشوين ديالنا تيجيب على هذا الشكل. هذه غير الشوكولا السوداء، وهذه خلطت الشوكولا البيضاء مع السوداء كتعطينا هذا الماغون، وهذه الشوكولا البيضاء بوحدهم. راكم غتشوفوا في الفيديو كل وحده باش عمرتها كيجيو على هذا الشكل من داخل. هادو كيجيو معسلين حيت فيهم داك نيسلي، وهذه كتجي مقرمشه حيت فيها غير لا فيتين مع داك بيمو مهرمش، كتجي على هذا الشكل. نتمنى تكون عجباتكم هذه الشوكولا محشوه صحيه ولذيذه. غير هو فاش تبغيو تاخذوا الشوكولا اللي غتخدموا بها خدو شي شوكولا تكون كاليتي شويه باش تكون سريعه في الذوبان، وفي نفس الوقت يكون فيها المذاق زوين، وحتى الا كليتو فيها واحد الكميه كبيره ما تضركمش. نتمنى تكون عجباتكم الصحه وراحه، حتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الله يعاونكم.